لين عاد ما هن عليه نصير حجرتي قبل ما نجي شوي في اللوبي. هنا بريس اللوبي ودك اللوبي شاهد عرب فيها خير ها طالع ها يا غير جهيمان تحيدون جهيمان يا ويلكم اللي ناس اللي يا ويلكم اللي نساه جهيمان ها يلا تصبحون على خير تكذب كم مرة تصبحون على خير تصبحون على خير يعني خمس زمون صباح الخير هنطلع النهار بشعشع العصفور ويغني في زمون صباح الخير زين بس آخر كلام الحين يلا آخر كلامك آخر هي نعم آخر كلام آخر كلام واحد أمي بلمي برومس برومس يلا يلا سوحن على خير عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير صبحكم الله بالخير والرضا والنور والسرور تريحينا نحن علي وإن شاء الله أننا بنسير قصر عبدين وبنربس وياكم وبنسولف وبنعي من الله خير يلا وها سلم على الجماعة سلم أبلم أنت صباح الخير شو صباح الخير زين شو يا ربي أنا نسيت هي ما تخلى أخوي إيه إيه طب والله مقطع يس وعين كلها والله العظيم فرمه هي والله العظيم ما كنت ناوي تسكن أكيد ما شفته والله مش ما حليلك أنت والله العظيم يعني بسير برد بلقط أبوكي مكانه والنام يس ربك الله من عينك عين لص عين عينك عينك بعد دور دور يا رجال بص عينك هي هذا ريوقي على الله يحفظكم اليوم ها تي وما بأي تين تين متفضخ روحي نقلنا من الزمالك البارحة والمساء شفتوها لما أخذ المساء وقت ما يجيها صاحي 16 وما لولت البارحة والله أني عقيت بدرام الكشرة والسبب أني دعنات ولا قالوا أنه التين ينخذ العصر ما ينخذ نصايف الليل نزيل هذا ريوق ابويتين وعنب نمونتين وكمتر هذا يقولون سكريا وانا في دمته ان شاء الله هذا هو اللي يقوله يلا برايكم عاد بنلبس خلاف زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير ها قولوا سلام عليكم صباح الخير سلام عليكم سلام عليكم صباح الفل انزين من انت؟ ايه؟ الاسامي علي القداوي اتفضل اتفضل يعني فرد بالعصابة دورين وهاردي تومو جيري لا لا ما بتومو جيري دورين وهاردي تعرفهم علي؟ رولين رولين ولا دورين؟ لورين لورين؟ وشوين ايش عرفت فيهم؟ انا شي سماعتين انزين واحد مال الايفون واحد مال السامسونج ونسيت السماعه وطايحه عاد الحين قبل ما اظهر قبل يومين اقول حق محسن السماعه انا ايش عيفني انا ايه علي ما عيفش انا ما عيفش يا ولد الحلال مني جلبنا الحجره فوق تحت قلنا عاد ابوي اللي ما بيعرف ولا بلاقني فيها بقى الموضوع عليك استنى 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 ايوه في البيت ايه اللي ودها البيت سنتو التنايم طفيت عليك النور وروحت وخدتها كل ده ومش واخد بالي استنى 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 افتكرت بريء يلا مشي فعلى اساس اقول لكم يعني احفظ مالك ولا تتهم يارك فلذلك اي مكان يصير لازم اركز واخلي بالي خلي بيك اقول لكم الأوبر هذا وايد سوالنا أريحية في السير واليية عندهم شيء أوبر شيء كريم اثنين زينات غير أوبر ما تستعملته يقولوا يستعملوه في أوروبا وغير أوروبا غير ما تستعملوا أول مرة استخدمه في مصر والله زين كاتبون الصد زين يعني هو تفتك من صدعة الدريولية دريولية العاديين يعني وايد وايد أخير ولا إيه عالي إيه ها يا هوبر بقى متميز بانه هو بيحسب لك المده المسافه بيحاسبك على اساسها بالكيلومتر يا راجل لا مش زي التاكسيات العاديه انت عمال تعمل فلوس هتخش فيه بعد كده دراري يلا
الاساس انه بنطلع الساعه الله يسلمكم كم 11 بنصير قصر عبدين. وايد تاخرنا تاخرنا اليوم عاد يوم تحيلون يوم حلاقه وشوي شوي وحده ما مستكبرين يعني. حصل قصر عبدين سرنا، ما حصل ما بلازم لان يسكرون الساعه 3 الحين الساعه 1 ان شاء الله هن يواحينا. هل تتوقع اني انا بزعل عليك عشان قصه السماعه؟ اكيد لا ما بزعل. ليش؟ لاني اعرف انا بزعل على السماعه. انا زعل لا والله على حسن تعرف ليش؟ ما ازعل عليك لانه غلطه مني اني انا غفلت عن السماعه. هاي لحظه لحظه فلذلك يعني انا مركز 24 ساعه. انا عارف انك نايم اصلا انت ما كنت نايم عمدا نسوي عمري راقد زي بتاع على الشامل يعني مفتح اتحمل يعني فيها وخدت السماعة هيك كنت خدتها هي والله السرير وانا نايم عندي هذه هاي اللي يمشي فيها عصابة كم معي حلو حركة يلا اركب يا تبوي السيارة الحين واشتلينا متوكلين على الله سايرين عصر عبدين والحمد لله اللي جاي لنا رجال في خير. سلام عليكم يا باشا ازيك؟ تمام الحمد لله. شو اسمك انت؟ محمد. من احسن ناس. منين يا محمد؟ من القاهره. من انا عارف من القاهره يعني وانت كم من ايطاليا؟ من المانيا. من من هي بارا اقدع ناس في المانيا ده ولا ايه يا حق عاد؟ الله يخليك الشعب المصري كله يا راجل الخير في امتي الى يوم الدين ان شاء الله. يا محمد ازيك؟ حلو. انت موظف اكيد صح؟ انا؟ انا كنت اتفرجت بقى للاوبر. بس في ناس كتيره بتبقى موظفه وفي الاوقات الفاضيه بتشتغل اوبر. معظم الناس كده. مش كده؟ انا لو رجعت لوظيفتي تاني هسيب اوبر طبعا. تترفد هياخد السماعه اللي كان هياخدها محسن. اهلا بيك يا محمد. تليفونها فطفاك محمد. انا كنت علي قبل شوي رد بير بس التليفون قلت له قايل لك طول ما انا وياك ما تزخره ولا انت ولا محسن ممنوع لاني احاتي سبحان الله شيء ولا شيات يعني سبحان الله الشيطان موجود. فرن تليفون محمد فاقول له ليش؟ قال مش انت قلت ممنوع؟ الممنوع مش عليك ابوي الممنوع على هاي انت فري العرض فري بالنسبه لك العرض منها اجباري هاي اجباري ويكون ممنوع. ايوه ايه هنا في العربيه ما فيش غير التليفون ده اللي شغال اللي شغال. جزاك الله خير الله يرحم والديك. لا لا انت ابوي خارج نطاق التغطية هذا ابوي هاي رقابة على هالاثنين خارج الخدمة. هاي توني غفلت عن الدقيقة خد سماعتي دقيقة لحظة يا هذه الفدية ايه اللي هذه الفضيحة مو صح نسيت يا سلام كلنا بننسى وبنعمل كده برضه انا لسه ناسي برضه وخدت حاجات ثانية. شكرا يا عم محمد خد رقم مشكور وما قصرت جزاك الله خير بارك الله فيك الله يسلمك. هذا ابوي قصر عبدين هذا ابوي قصر عبدين لكن اكيد انا مصور عليا يعني هذا منظر الظاهر يبين. اقول لكم الحين وصلنا على الله يحفظكم قبل شوي ما صورت لكم انه وصلنا وصلنا على اساس انه الدريو اللي يقول بيودينا الاتجاه هذا قال لي لا انت لا 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 ده بوابه قصر عبدين وطلع ونزلنا وطلع العكس يعني قالنا البواب قال ابوي المكان اللي انتم نزلتوا فيه العكس بالضبط انتم ماشيين في مكان غلط لازم تروحون ورا القصر. ده حال المصريين ويعني عن الكذب لابد وانا ما اتوب من كذب ودوانتينا. ولسه امبارح بيقولوا لنا المصريين يقول لك يمين يجي لك شمال تقول له تعالى لي شمال يجي لك يمين كل الناس زين انت 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 بالجلبي ولا هنا نعم ولا الناس كلها عدله اللي باكل بيها انزين لو ما فيش اكل بتلخبط. يا ربي كم خليتنا نمشي يا علي كم خليتنا نمشي كديتنا كد البلد فينا بنغير جو ونبص كده المشكله مش فينا المشكله في الخديوي اللي كان عايش جوه يعني لما كان بيحب يروح ياكل ولا يروح يشرب عايز يشرب بالليل ومحدش جنبه يمشي قد ايه جوه ده كله ابويا عندي بينما عشان احسن ابويا عندي يميع البشاتير والخدام كله لا 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 ولا عند 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 راس كل شيء بريحه. طب ما احنا معاك اهو بننام ونسيبك صاحي. قبل ما تدخل ابويك هالشيء ها هذا المدخل مال القصر هذا الاستقبال مالهم ها اول ما قدام وجهك هذا ها ماسوره مدفع بحري من البرونز من القرن 17 على قاعدتين
من النحاس مسجل عليها اسم الملك فاروق والتاج الملكي. عاد ما يندرى بالملك فاروق وين تاجه، يمكن هذا ما شفته هذا. يلا بنلمس على خلاص. القصر ابوي كبره مبني على مساحة 60 فدان. 60 فدان هذا ما اعرف شو يعني بال بالحساب، الناس كلها تعرفون الفدان كان ما لان ما هل بالزراعة وهالاشياء. هذا المدخل البوابة الرئيسية على ما تشوفون، حاطين ابوي صورته هذا، ها اول بادي في النصيف وهو رقم واحد، هذا هو الخديوي اسماعيل. واللي على وعدد الشخصيات البارزة التي حضرت حفل افتتاح قناة السويس مهداة للسيد الرئيس من احد الموظفين، ما ادري شو هاي واير عاد كتيبة. ايوه هذا ترى مكتوب هني على ما تشوفون، شفتوا الخديوي وهذا ها بدار الخديوي ملك عبد الدام. اول ما تدخل في كاف قاعه الصيد قلت له ما رابن هود ابوي، قاعه الصيد يسمونها، يميع الاسلحه ويميع الدنيا ويميع يبغوكم ها، يميع الكروش البطون على ما تشوف. شيء طبيعي ما بروم اشرح الدنيا هذه كلها، وايد اسامي الملكه اصيله هانم والامير احمد فؤاد وما ادري اميره لطيف فوزيه وفخريه وجميع الامراء والملوك، ما في حسب ابوي العالم هاي كلها. فلذلك ابوي انا بمر مرور الكرام والعالم ابوي كلها تديت شو معلومات مهمه شو الخديوس ايه، ان شاء الله بيرسح حسب هذا كله. هاي شجره العائله على حل على حل على حل ابو يمل. قال هم ابوي طالعونا قايد، هذا اللي يعرف عن القصر علومه واخباره وكل شيء، وما فينا اتشل ابوي عليه، ما كذب، ما حدا كذب عنهم. عبد الرحيم اضرب عن اخيه ولا ابوي على الكذب وعد والدي، انتم فاهمين الباقي على قولته. اللي بنى القصر يا الله يحفظكم الخديوي اسماعيل، الخديوي اسماعيل ابو فؤاد الملك فؤاد انزين، وبنى وهو عاد اكثر ما يحب هذا الملك فؤاد يحب الاسلحه، فيامع كل الاسلحه اللي في الكون. حتى توني صورتكم اياه هنا على ما تشوفون، هاي بعد غرفه كلها اسلحه، كلها سيوف وخناير وما ادري شو، ابدا الدنيا كلها عندهم. والقسم هذا اللي نحن زايرينه كل أسلحة، يعني كم قاعة يا باش مهد؟ 13 قاعة كلها أسلحة، ما في أي شيء ثاني. فأنا توقعت أنه راح يخلونا ندخل للقصر روحه، طلع لا القصر غير مفتوح للزيارات، فمحطوط بس المكان هذا اللي تشوفونه. بنشوف الشيء المهم وبنصور وبنخبركم، بارك الله فيكم. أيوة هاي من الأشياء، هاي من عند الملك عبد العزيز آل سعود لما كان هو سلطان نجد، فأعطاه الملك فؤاد، فهذا الموجود لنا الحين عندهم. الملك فاروق ابن الملك فؤاد، هذا وقت يوم عرس. فهاي الهدية اللي تشوفونها من أمير الكويت، من الأمير دولة الكويت، لكن مش مكتوب اسمه. أي أمير هو في الوقت ده؟ كان عبد الله جابر أحد الصبراء يعني، هو أبو وهذا شو بعد، هذا من عند من المغرب، من المغرب، من ملك المغرب. ها كل مناسبة الزواج يوم عرس وخذ هاي الأميرة، بيكون شو اسمها الأميرة؟ نريمان، الحرمة الثانية. والأولية من كانت فريدة، شوف انت يا ابنها عيال، جاب ثلاث بنات من فريدة وولد من نريمان. ايوه الأمير أحمد فؤاد اللي عاش في سويسرا. ايوه كلها ابوي شوازن واسلحه وكلها على ما تشوفونها. هاي خطفنا 3-4 صالات كلها ابوي اسلحه فروت وطبنقه، ويعني على ما تحيدون. غير شو عاده ما بيلس اصورهم كلهن
يعني آلاف القطع، ما في شيء، ما بشيء بسيط يعني. معلومة عن هذا؟ إنه هما سيف كان بيستخدم في تتويج الأباطرة في الروس. أيوة. واشتراه الملك فاروق هي من أوروبا. وهذا ذهب وأحجاره؟ لا، هذه أحجار كده شبه كريمة، وهو مش ذهب يعني، هو معدن ذهب. ليش؟ شو السر باحتفاظه بهالطريقة؟ هو السر إنه هو عشان يوري شكل المجوهرات من التو سايدز يعني، من الجانبين. من جانبين. جانب أيوة. في مراية تحت عشان كده. أيوة. شوف أنت. الله يحفظكم قاعة الأوسمة والنياشين، ومن أهم الأوسمة والنياشين القلادة هاي اللي بتشوفونها الحين. هذه القلادة من وين جاية؟ من قلادة محمد علي، من ذهب والألماس. من وين جاية؟ أعلى وسام في مصر. أعلى وسام في شنتية مصر. هذه هي قلادة محمد علي اللي هذا هو. هذا فاروق. محمد علي وين عليها؟ لا، محمد علي هو كانت دي تكريم لجدهم الاكبر محمد علي، لكن عشان كده اتعمل البيسه. ايوه. لكن شوف انت اللي عملها هي. أو اللي انشاها هو فؤاد هي. اول واحد لبس القلاده، وثاني واحد ابنه فؤاد. سبحان الله. اقول لكم خلصنا من القسمها مع الاسلحه، كلها اسلحه بس اسلحه. شوف قصر، اقول لكم شو يا ابوكم، روع 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 من كبره. منو؟ ليش؟ كل اللي عنده اسلحه بس. اقول لكم هذا قسم الهدايا، هدايا رئاسي يسمونها. هذا قسم هدايا الرئاسة بس. ومنو بنظهر القصر؟ طوله طول عرض عرض، ما ينقص. بنيس نصور الدنيا كلها ما فينا. هذا تشوفون المجسم مهداي من السعودية، منبونها السعودية بوي راعية كرم، من استوت الدنيا وخلجت السعودية راعية كرم. هذه على الله يحفظكم نموذج مجسم للحرم النبوي الشريف، مهدى من المملكة العربية السعودية سنة 96. شوف ما شاء الله. مثلا بعد باب الكعبة بعد من الذهب، بعد ميوب، ومهداي للرئيس مبارك الله يطول بعمره، في عهد الملك فهد بن عبد العزيز جزاهم الله. وهذا التاج من عند كوريا الجنوبية، الشيخ مال كوريا، الرئيس الكوري، الرئيس الكوري ادانا الرئيس السيسي. اذا بينس عد الهدايا اللي موصول اللي واصل هنا حق الرؤساء، وهذا يعني شيء لا ينعد ولا ينحصى، شيء بالهبل ما شاء الله من كل البلد. لكن الحين بنشوف الشيء المميز وبنصوره لكم. يلا بارك الله فيكم. وهذا شيء من وين؟ من الكويت. لا حافظ على الكويت. ايوه. وعهد منو؟ سعدي منصور. هي لكن العهد في الكويت منو؟ من رئيس الكويت. أدري بش اسمه. صباح الأحمد الجابر الصباح. هي الله يغفر له إن شاء الله. حاول. هذا من دولة الإمارات. هذا نموذج لواحة تحمل مجسم لمجموعة من الغزلان ونخيل يعلوه ساعة، مهدا من اسم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يطول بعمره ويحفظه 2007. هذا طال عمرك نحن. هذا شعار الدولة، شعار دولتنا، من ضمن الشعارات المتعارف عليها الغزلان والنخيل والواحة. هذه تمثل العين، توحي للخصوبة الأرض والأشياء الموجودة عندنا. الله يحفظك. شكرا. بارك الله. من دولة طبعا الإمارات، يعني مثلا زي برج الساعة هي. في السعودية كل هي. برج الساعة طبعا هداء السعودية. أيوة. وهذا السيسي أو رئيس السيسي. عمار 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 يا مصر، إلى الله يحفظها إن شاء الله البلاد، ويديم إن شاء الله عليها نعمة الأمن والأمان، ويحفظها البلاد وبلاد المسلمين أجمعين. وهالهدايا كل هدية توحي لمكان جاية منه. بارك الله فيك. وهاي طيارة، دي طيارة حربية من الصين. ما الصين ما شاء الله. هذاك شو اللي هناك لو سمحت؟ ده شعار للاتحاد العمال المصريين. ايوه. امشي واقول حق الناس في فرق
عهد السيسي يختلف عن أي عهد في الوقت اللي طاف. يعني البيت تطورت ونظف المكان وكل شيء إيجابي، يعني لله الحمد بفضل من الله سبحانه وتعالى وفضل القيادة. القيادة لما تكون القيادة مخلصة في حب الوطن، والشعب ما شاء الله عليه يحب بلاده، فلذلك كل شيء راح يكون أحسن. هاي كلهم دي الكويت والسعودية، وبرضو ناحية تانية الكويت والسعودية. أيوة. والقلادة هذه اتحاد الصحفيين العرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي نحن نسميها طبلة، يحطون الأول داخلها قرآن، المصحف. هي المصحف قرآن يحطون فيها الأول. سبحان الله. هذه بعد من الهدايا اللي مهدا من دولة الإمارات إلى الحبيبة مصر أم الدنيا، مهدا في 2013، جريب يعني ما بين زمان وايد. عدلي منصور؟ كان الرئيس عدلي منصور. بارك الله فيك. هاو قايلين لك لا تزخ شيء، شل يديك، قايلين لك ممنوع تزخ أي شيء. ها بعمل الإمارات يا حافظ عليك يا الإمارات، وافي وافي. أبوكم أبوك، بسم الله، خوز مناك. خوص سرتي حق يطلع المنظر عدل. الله يخرب لك تلوموني فيه. ابوي هدية الامارات حق مصر بعد من الامارات. ايوه اي قلعة الجاهلي. هاي قلعة الجاهلي على الله يحفظكم، سنة 93 في عهد حياة الشيخ زايدي على الله يغفر له ويرحمه، وكان عهد حسني مبارك. هاي قلعة الجاهلي. اللي عظامك الجنة يا أبو خليفة، يعني الله يغفر لك. هذا شيء مرة واحدة الآن في بشقار ما يدري وين جاي، مهدا من دولة بورن ما رمت أقرأ بورنن. وين من هن؟ من الإمارات. نعم من أبو البريك. كل حاجة في الإمارات دي كانت موديل رئيس مبارك سنة 98، وهي 8 كيلو دهب. ما شاء الله ما شاء الله. هي الإمارات أبويا ما سكو. هاي نموذج نخلة من الذهب مهدا من دولة الإمارات الشقيقة سنة 98، كان عهد حسني مبارك. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. هاي من أجمل الهدايا أتوقع اللي موجودة. أجمل الهدايا وأكمل الهدايا الموجودة. جزاكم الله خير ابوي. الامارات ما تسوي الا الزين. طبعا انتم تستاهلون الزين. انتم تستاهلون الزين. درستونا وعالجتونا وبنيتوا لنا وسويتوا لنا كل شيء. شايف يعني اكثر من يعني هذا ابوي هذا روحه يسوى الدنيا كلها. يعني لما الواحد يعني اقل شيء يسوى لكم هذا شكر، واللي ما يشكر لله ما يشكر للناس ما يشكر لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك جزاكم الله خير. هذا القسم هذا كله فضيات صح؟ فضيات من اول خديوي اسماعيل لحد وقت الملك فاروق. ايوه. وش معنى اهتمامكم في الفضيات وايد في الادوات اللي بيستخدموها في الاكل والشرب؟ وهذه الصينيه هالمثل اكبر صينيه 10 عرفت قطرها 168 سنتي وزنها 105 كيلوغرام من الفضه وخاصه بالملك فؤاد الاول. شو يحطون عليها يعني؟ الاكل يعني يعقرون حيران يعني هاك الايام حوار ابن الجمل ياكلوا اي حاجه عليها دي بتسمى صينيه عشاء وبياكلوا عليها لان كل الادوات دي كانوا بيستخدموها مش بتتحط للزينه. ايوه لا لا هي اكيد هي في كل في الدنيا العود ما زالوا يعني لين اليوم في ناس في ناس رقم كبير يعني في العالم يستخدمون هذا. عمار عمار يا مصر. هاي طقم صيني وبرسلان. كل طقم خاص بفرد من افراد الاسر الملكه باللي عليه حاجه مميزه الحروف الاولانيه من اساميهم. ايوه التاج الملكي شعار المملكه المصريه. كل طقم خاص بفرد من افراد الاسر. ايوه. حاليا في الكون موجود في كل دوله من دول العالم تستخدم الاواني هذه يوميا لين اليوم لين بكره، لكن اغلبيه البيوت يطلعون الاشياء هذه وقت المناسبات الأعياد الأفراح ضيف عزيز وشان وقدر مكان اقتصادية أو علمية أو دينية.
أو ثقافية، فتخرج الأواني هذه في الناس العوائل الكبيرة يعني في الإمارات أو في الخليج بالأحرى للي يستاهل الشيء هذا. تمام. بارك الله فيك، جزاك الله خير. في شيء؟ على ما تشوفون شيء جميل إن شاء الله، شيء جميل هاي الغرفة. هذه عبارة عن شو هذه يا مدام؟ دي بتستخدم للحط عليها الفاكهة تتقدم في الاحتفالات. الحجم الكبير؟ آه. كم هذا وزنها؟ شو وزن؟ وزنها حوالي 47 كيلو من الفضة. ما شاء الله صب. آه. أيوة. هل توجد في عوائل في كنتي مصر حاليا يستخدمون الأشياء هذه بنفس الحجم هذا؟ لا ما فيش. ما موجودة دلوقتي. سبحان الله. شيء باقي هناك وايد ها؟ هاي تحفى على شكل بازة يعني. تحفى على شكل بازة. وكم وزنها؟ فرنسا. وزنها حوالي 42 كيلو. ما شاء الله. ما وين الشمعدان اللي قلتي لي؟ هذا الشمعدان. في الوقت ده ما كانش فيه كهرباء وقت الخديوي إسماعيل، فكان بيستخدم الشمع في الإضاءة. أيوة. فكان الشمع بحجم كبير. وهذا شو؟ المتر؟ نسميها حامل كؤوس. أيوة. لأن الفضة هي وزنها 44 كيلو من فضة وعليها 48 كاس من الكريستال. أيوة. حق الضيوف يوم بيون. أيوة. كل شمعدان واحد اثنين ثلاثة أربعة كم أوزانهم هذه؟ تقريبا. تقريبا 30. 30 كيلو فضة. اه. وها من وين لهم؟ ولا يتم ثابتات؟ من فرنسا. يتم ثابتات في موقع معين ولا ينشلب؟ لا بتتحرك طبعا. وين ما يصير خديه ويحد يشيلهم وراه. ايه علينا. ناس متعذبة الأول. بارك الله فيك، مشكورة بنتي، مشكورة. شكرا جزيلا. والله يرحم والديك، مشكورين، ما قصرتوا على حسن هالاستقبال وحسن الترتيب اللي مسوينه. شغلكم في منتهى الروعة، ترتيبكم زين، وهذا الطريقة هذه متعارف عليها في جميع أنحاء المتاحف والقصور في الكون كلها، كل الأماكن اللي زرتها في العالم بهالطريقة الآن. فلذلك ما شاء الله مميزين من يومكم في المصاروة. بارك الله فيكم، مشكورة لكن شو اللي أحسن شيء عندهم؟ القايد اللي مثلك، فهمتني؟ يعني اسلوبكم راقي ومحترم وفنان، اماكن اللي من غير لو يكلمونك يعني تحسين مش من الخاطر. انتوا لا، يعني الله يبارك فيكم، مشكوره ما قصرتي. شكرا. كان اقول لكم في خاطري انه يكون المكان طلق مال وين شبرية الملكة نزلي ونازك السلحدار وعلي الجداوي ويدخل يعني القصر من داخل، طلع ابوي مسكر وما حد يدخله. لا وكمان كنت عايز اشوف الحوض من جوه، هل هي نفس المستوى بتاع الدوادنا دلوقتي اللي عايشين فيه؟ يا سلام. بس اهم بشوات واحنا ناس طيبين بس الاذواق متقاربه يعني. ايه يعني انا وانت وخالد كده. لكن حلو المكان، استمتعنا عليه صح؟ بسيط سهل كده، كله اسلحه عينه يدل للشرير. اقول لكم كان في خاطري والله يكون شيء يعني نقدر ندخل وين حجر النوم والميالس والاشياء هذه، يا غير ما في فايده. والمطابخ يا الله مطابخ. اي والله العظيم، والله كان صدق انا في خاطري والله علي ادخل اماكن هذه. اصل اي والله ندخل كل مكان، لكن ما الله كتب لنا نصيب. لكن شوف انت كيف كان القصر، شوف كيف العيشه يعني هالقنينه. تخيل بقى جو. هي ما بارك. السلام عليكم. والله ما حد سالم من شره، كل اللي يتنقم على كل حد ما عنده عس زيد ولا عبيد. علي واحد تو مطرش رساله يقول انا مستخف دم محسن ومستثقل دم علي عشان حرام يعني مواقف فيه ده الميزه اللي فيه يعني. لا 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 هو الرجال ما لا لا والله لا رجال خير ده لسه مسكينه بسري من ساعه بس. ترى يكون بعد كده في ايه؟ اقول لك اقول لكم سايرين نتغدى حينه وين ومتى وعند منو؟ هي متى الحينه؟ غير وين بنتغدى في هيلتون رمسيس؟ جايت لنا دعوه نتغدى في هيلتون رمسيس، لكن
شو المطعم وعلم اخبره هذا كله انا ادري بخير ما بصور الا كان زين وكان ما بزين ما بطري تعرفوا الحلقه كم وصلنا حلتن رمسيس جلسنا عند حت اللوبي عند تري الجماعه اللي بيونا على اساس تغدى ضربه وهذا حلت الرسيس وهذا الحضور علي باشا هو ومحسن بيه محسن بيه وسمعه ابو سيفي على الله يحفظه ابو محمد عازمين الحين ابوي في مطعم هندي في مطعم في فندق حلت الرمسيس يشكرون عليه بعد ابو سيفي يقول انا ما يربته غير ممدوح له وشو ظنك ابو سيف والله اتمنى ان يكون زين وينال اعجابكم ان شاء الله ان شاء الله عسى عسى ترى دليلنا علي قال حق راعي التاكسي وقف هني الرجال بيقول منا قال لي لا الا هني وخلانا نمشي وسيف مشي ما شيء كثره اذا كان هذاك الرجال دليل قوم وما على القوم الا رحيلو ها شو الراي علي؟ ايه بسم الله كله تمام اكيد ابو سيف حد الحاضر وانت ابو محمد حد الحاضر الله يسلمكم المطعم شكلا ديكوره ياخذ العقل يعني تحس انك جالس في الهند يعني كل شيء عندهم مال هنود وطريقه اول ما تدخل المخابز والتنانير وكل يعني عبق عبق الهند يا غير الاكل لين حينه ما شفناه نحن شو رايك هذا ليش معصب دوم معصب هذا معصب لا شيء يحيس حياته والناس كلها يتحرون معصب كل العالم الحين هذا شخص معصب يعني مغير زعلان انا هي الا الطبع ده مش ممكن يكون فيه دوك انت ليه؟ فاني بوي ها فاني بوي وانت بوي في يد السكن معبر الدهر دبل بوي ها عايش البتاع حر برضه ولا مش حر مش مفشط انا عايز حر حر اوكي ده الايه السوق يلا عاد دليت الرجال منيدش يلا خلص عاد خلص المهم اللي هو المنجرام الروش اللي انت قلته هو ده محار انا ما علينا انا هجيب لك شويه شطه وانت حط مكانك وش كابتن مصر يلا سماها وشرب شو سماها وشرب بحب كل حاجه السفر انا مش عايز طب شطه انا لا خلاص انا قلت له برياني مع الشوربه ما تاخذ لان اعرف وطلب شيء مش عارف انه شو انت طلبت ايه طلبت انا ايه هو يبقى اللي انت طلبته ما تعرفش خلاص يبقى برياني وشوربه انا زي ما قلت لك شخصين دول برياني وشوربه كل حاجه انا طلبتها انت مش عاوز شوربه مش عاوز ايه شوربه مش عاوز ايه خبز الخبز العيش اربعة اثنين بالتوم واثنين سادة وكلهم كريسبي مش كريسبي هي هي محسن عاوز عيش ايه مدندش مدندش مش مدندش المدندش القطع اللحم كل شيء اختار بحرف شو ري ها زي ايه زي الشوبه شويبه بياني بياني يقول برياني عاد احسن بياني ايه بياني ما اسمع بصوت عالي بياني الو محسن والله ما سمعت هو صوتك عادل برياني صوت عالي برياني برياني قول برياني لا ما قلت ايه دي مش قول برياني اسلوب ناس الدف برياني نبغي مية اكيد نبغي مية لك انت الحين تسريحة شعر هندية والزي هندي يعني هل انت قاصد ان التسريحة تكون بعد هندي محرج محرجة عليك يا علي
طفشت الست؟ لا انا لسه ما كلمتش معاها، لسه هطفشها بس في مرحله ثانيه لسه. احنا بعد شوي بنعد السالفه، القصه مالت مال الحلاق في اسكندريه. زين يب بننزل تحت، شو رايكم؟ زين بالنسبه للمطعم، المطعم ما في شيء من الهندي الا اسمه، اللي فيه من الهندي مو مطعم هندي، في اسمه من المطعم الهندي. شويون تخراشين اول ما ينا صورت لكم اياهم الساعه، بس هذا فيه بويا ما يخص المطعم الهندي، والعارف ما يعرف. يلا مغزى في قلب الشاعر، ياكم الله. يازر كل مطعم له مميز علي بالنسبه لنا. هي ممتاز، هي انت لو لحم كلاب بتقول ممتاز. لا 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 لا، هي نعم برضه شكل في تايلاند لحم كلاب. لا بكلك اكلت ربيان حي. ايوه رب... هاي اللي جايه. ايوه ايوه فاكر. هي نعم. لا بس والله اكله طيب. علي حطيت انا الصور، بننزل تحت بنيلس قبل ولا بعد؟ لا قبل وبعد واثناء. لا لا لا، كان كل مقطع جزئيا نزل الصور بتاعتها. عاد خلاص الحين انا حطيت كل الضربه سارت، سامحوني. زين فالحين بننزل تحت بنيلس نعد السالفه كامله. فهمت صوره كده خلاص من غير ما اقولها، فهمت القصه خلاص. ولا المناظر البنيله بنيله اللي فيها لك. الفراعنه. لا لا بنيلس تحت، ولا ها بنصير ويا الجماعه. ايوه كوكو. ايه بنصير هناك بنيلس. انزين وبنعد عليهم السالفه ان شاء الله. الحين علي الحين نحرك كامل في السياره الجماعه. ما باك تحط ضحكه سمعته مش قادر. الله تخليك وانا امر كذا ايش فاهم. لا لا بنعد السالفه مالت اسكندريه. اه يا قلبك الاسود، سالفه الحلاقه يا قلبك الاسود. ليش؟ ليه اللي حصل ده يعني ما لا يتحكي ولا حد يعرفه، عيب يعني. لا خلاص عاد الحين نصيب فضايح. زين يلا عد السالفه عاد من اولي. يلا اهلا بيكم الاول، بتعرف عليكم وانا علي الكتاوي وده محسن اللي من البنيله. المهم كان معانا واحد ضحيه ثالثه اسمه عصام. زين قابلته في رمسيس وانا رايح اسكندريه على خالد، قلت له انت رايح فين؟ قلت له ده انا معايا واحد مرات صاحبي، تعالى اقعد معانا هناك ونصيبه سودا. جبته راخر وحصل اللي حصل بقى احكي لكم بقى. المهم احنا ماشيين بقى وقعدنا مع قابلنا خالد ورحنا وجينا. لا لا انا بتكلم باختصار مده دقيقه واحده. واحده بس؟ هي دقيقه وش رايك؟ المهم 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 اقول لكم نسكن وين شرتن المنتزه، وشيء تحت وين فريج المكان في شرتن المنتزه من الخلف شيء شقق مفروشه، هم يسكنون فيهن وانا اسكن في الفندق. زين يلا عد السالفه. المهم كملنا قلت لنا عايز احلق شعري طويل من عقب المشي. ماشيين من اصبح لين امشي كلنا نمشي. فقلت له عايز احلق، فقال لي طيب ليك عندي لو لقيت حلاق جنبي قهوه هخليك تحلق. وقلت له مش مستحيل تلاقي حلاق جنبي قهوه. وهشاء السميع العليم ان انا ما كملش الجمله ولا قدامي حلاق جنبي قهوه. يعني تعرفون شو الموضوع انه هو موضوع تحدي، يقول مستحيل انك تلقى حلاق وعنده القهوه، لاني انت بتحلقون وانا تباني اتفيزر في الشارع اترياك ما تسمت، ما يستوي الا اذا لقينا حلاق وعنده القهوه. قال ما حطيت له شرط، انا قلت له شوف وين لقطنا حلاق وعنده له قهوه يعني تطلع نفسك كذب. قال مستحيل. قلت له عين شوف ان لقطنا حلاق وعنده القهوه، انا بجلس في القهوه وانت لك بتحلق على كيفي. قال ان لقط حلق عندها القهوه احلق اقرع. قلت له اكيد. قال لي ما يهمك. زين وبعدين وشوي ولنه قضاء ربنا حصل ولقينا القهوه اللي جنبيها حلق،
ودخلنا القهوة وما كانش العقاب ده ليا انا لوحدي، كان ليا والشلة كلها، كلنا حلقنا قرعة والحمد لله والصور وصلت لكم، ودي كانت نهاية شلة خالد الخلف. حسب ما يعاي ابو سيف كان يعاي اخراج حلو صراحة. هي والله بس لا تعال بسألك انا من بالحق يعني ايه؟ ازاي يعني ما فيش قهوة جنبها حلا؟ انا قلت مش معقوله اللي بيحلق ما يقعدش على القهوه، يعني القهواجي مش هيحلق ابدا، هيروح الحلاق. فاهم انا مصري بقى وعارف الدنيا فيها ايه. لا لا يعني ما عجبتكش هذه ابوي قصه الحلاق في اسكندريه الساعه قبل كم سنه هالكلام؟ قبلك اسود ما تنسى بقى ما تفتكرش. لا قبل كم سنه؟ من حوالي بتاع 10 سنين. 10 من 10 تقريبا، ومن ساعتها شعري ما طلعش. انزين يا ياس اسجل تكلم عادل. ايوه السلام عليكم. انزين دي حلقه جديده بقى، موضوع جديد خالص. انزين موضوع النهارده علاقتنا بابو محمد، ابو خالد ابو محمد. من كم سنه؟ من فوق ال 12 15 سنه. انزين يلا باختصار بسرعه. المهم علاقتنا ببعض مش معركه، يعني علاقه معايره ولا بيدين، ما احنا منتظرين ولا هو بيجب علينا، هو خيره علينا من زمن الزمن ومش محتاجين ان هو يعاير. احنا لازم بنهزر، واحنا اكيد لو هو بيحس ان هو بيعايرنا لا مش هنكمل معاه. هينا. بيبقى مره ومره خلاص. هينا. انما لا احنا بحب وبعشره، احنا بنحب الراجل ده بصراحه، يعني والله مش عشان هو موجود، يعني حسبي الله ربنا يطمنا عليه. والله تلوموني فيه. الله لا لا لا. والناس كلها عارفه يعني والله. يجوا وانا اقول له يعني. وعايزين معلومات اكتر انت عارفين بقى، مش هقول تاني. ازيك يا حبيبي؟ انت باصص فين؟ بص لي انا هنا. انت مين؟ انا علي بقى. وانا كمان علي. يلا يا عم انا مش على احسن من علي. يلا بينا. الله يا حبيبي. راح فين؟ لا ما تروحش. سيبوا سيد داخل. اقول لكم التيم عندهم عاديين الحين شقه قبو سيف عازمين على الهوا من عقب عزيمه المطعم، فهاي فوالتهم عاده. التين وفص عويس، لكن التين يا ابوكم يقطر من اطرافه اخيرا عن التين اللي يبون اياه. ها ها ابوكم يلنا شيء فنه. شكر 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 ريج. في هالبنايه كان شقه الرجال، هذا الرجال اللي عازم لنا ابو سيف، جينا وتقهوينا من عقب الغداء اللي في المطعم الهندي، المطعم هذاك اللي خبرتكم عنه ما يحتاج علق. تغدينا وجينا الحين تقهوى عندهم، خطفنا عاد الحين هم في منطقه الدؤي، كلها المنطقه بهالطريقه، لكن هذا اللي يعدل مصر وانت تمشي. ها شوف الفكهاني، كل ما يستهون اهل المنطقه هذه كل هالبنايات موجوده الا تحت، كل شيء عندهم، الرطب والهنبه ولا كل شيء. هي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا يميز مصر، ما تسير السوق شرق ولا غرب، كل حاجه تجي لك لحد عندك. ولا ايه يا ريس؟ منور يا عسى. كل البلاد فيها الزين وفيها الشين، يا غير مصر ما شاء الله الطيب اللي فيهم ما بموجود في حد، برأي كلن بحقه، لكن ما يمنع ان الواحد يقول حقيقة، هذا ابوي شيء حقيقي ونحن عارف. فهذا اللي يميز هالبلاد، المشي في هالمكان وهالبراد وشيء غاوي وفنان، هل تشوفونها هاي ترى بنايات شيء فخم وشيء قديم وشيء قديم وشيء جديد، والناس عايشة بهالطريقة، هاي عيل اغلى منطقة حين عندهم. لا اللي نحن فيها هذه الدقي شفت ميدان يعني ميدان ما بعمان يعل عمان تفارج وجهك عمان 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 هي يعل عمان تفارج وجهك يقول لك ميدان عمان وميدان عم هذا ميدان عمان دوار ودور ما داره يميع البنايات زين ودور ما داره كله كافيهات حيال كافيهات اللي بتشوفونها الحين اللي ارويكم اياها مخاري اللي تشوفونهم كلهن الكافيهات هاي بين 4 ستار و 5 ستار وكلهن ابوي ناس ورقي شيء جميل في نص البلاد. الله لو تشوفون وين ساكن يا الكلاب الضاله ما تسكن. فاقول لكم شو هاللي تشوفون هذا شو الكافيهات كلها الكافيهات بين 4 و 5 ستار مستوياهن مستوياهن مستوياتن شيء جميل والله مكان هادي وحلو وده اللي محببني واللي مخرب المكان وجود هاي الوادم هذا وهذا انا هي
هاكي حلو الكوفي. وين هذا؟ بربل. بربل بربل ابوي عسبتي لازم حلو ما يبى له كلام. لون هي اللون وين ما تشوفه الحين وين ما تصد كل ابوي كافيهات الحين هلا تشوفون هالمنطقه هذه منطقه على نحن نقول عادي وايد هالمنطقه وهي بالنسبه حق المنطقه واللي ساكنين فيها مره مثل ما بعاديه لان هذه هي البلاد بلد فيها 120 او 100 مليون شو تتوقعون بتكون زحمتها ما يرمون ياخذون سيارات كبار لازم سيارات تكون صغار لان الشوارع ضيقه والبلد جديد فلذلك ما تلقط شيء يعني التخطيط مالهم الاساس بهالنمونه لان المنطقه مش مخططه حق 100 مليون المنطقه مخططه حق 10 مليون فاستوت 100 مليون فيها شو بيستوي يعني اكو بتسوي زحمه الناس فوق النفس فلذلك على ما تشوفون شوف نص الحاره هاي اللي تشوفونها ها ها وانت تمشي تلقط كافيه مثل هذا شيء فخم وجميل جميل 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 ما عليكم لو تشوفون الموقع بهالطريقه وسيائر عباس فوق دباس يا غير شيء جميل واللي يشتغلون في الاماكن كلها دارسين الخدمه مش قهاوي قنبو عبود كشره لا دارسين طريقه تقديم الطلبات ودارسين هالاشياء كلها هاي كلها تشوفون المقاهي كمثلا اسم استكانه نحن اللي سارين له النوع هذا من المقاهي ما تلقطونه موجود الا بس في مصر لان في نص البنايات هاللي في نص المدينه القديمه فتلقطون شيء جميل يكون ترتيبهن ومنظرهن حتى منظرهن جميل يعني ما بالله يعني شيء عادي حتى الفراش من داخل وطريقتهم ها شوفوا ما بور مره مساعد الحين جميل غاوي ديكورات شيء وايد فخم حلو يلا بنلبس عاد خلاص بارك الله فيكم بس خلاص هذا الزي الرجالي مال الخدمه اللي عندهم بهالطريقه هذا الزي الرجالي وزي النساء يحب اصور لكم اياه ان شاء الله عاد يبين هاي نحن جلستنا هذا علي باشا هذا محسن بيه هذا نسيت شو اسمه هذا ابو محمد وهذا ابو سيف ابوي جماعه هني يشتغلون وعلمهم وخبرهم وهاي زي النساء كل شيء وخبرتهم عنه ورقم واحد المكان الباحيين ورمسنا عندهم ويومينا بنرمس وان شاء الله انه يا غير الجماعه يدوخون انا ما ادوخ اتقهوى وسولف واضحك وياهم وبس بغيت اخبركم يعني هاي سلم عليكم هالرجال ما عاد شو اسمي وأحمد والله كل واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلين أبو محمد رحم الله من خلفوك رحم الله من عقبت أسعدك الله في ديارك مصر إن شاء الله ترجع إلى أهلك سالم وجزاك الله خير والله تسعدنا الآن لنا كم شهر هنا وكأننا قاعدين بالديار أنت أبيعك برحلاتك بروحاتك وجياتك حبينا اللون بنفسجي وحبينا الديرة اللي تدخل فيها نحبها يا أخي ما شاء الله عليك تسعدنا وتحببنا بديارك استمتع بأيامك وسلم على صلاح وعلى الجميع يلا السلام عليكم السلام عليكم بابا أنا فريجي مال دبي صح فجيرة 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 شير بزارة ودهن أقول خلصنا الصولات واليولات وخطفنا على سوبر ماركت ما تشوف خدنا وياين على حبة صلي المغرب والعشاء وبنتلبس وبنظهر ما ظني تلبس الله أعلم أظني بغير ثيابنا ما أدري أو هلين ها؟ أه؟ أو هلين من اللي نام؟ أنت لا إن شاء الله ما نام الحين تصور إن شاء الله نص ساعة قلت لنا إني هاتي أقفل خلاص ينوم ده فل ويصحى الساعة 5 الفجر ليه إيه علي بخصوص محسن؟ لا هو كان شيء اعترف خالص انزين ولا الاتهام محصور ضده هو لوحده انزين فقال الاعتراف انزين استنى ايوه انا كنت سته في البيت طب خدتها لي ايه كنت تقول له خدتها لي من الاساس نسيت السماعه ده بيقول لي كمان ايه يا رب اللي قافل في البيت بعد ما بدك تم تبيعها قلت له يا رب يا رب السماعه طب بالكهرباء طب
سالفة الطرطة البارحية انا الصبح زي هد انا ابوك. لا لا احنا كنا معدين على الابوار. لا خلت الابوار، لا خطفنا عدال المحل مال الابوار، هذا اغلى محل يبيع كيك وحلاوة فيك انت يا مصر. ما وعيت به الا قال والله انا عاوز طرطة حق الولاد وهذاك ها عاوز شو؟ لومي عاوز قطول امي. لومي الحين انت الحل ما الابوار هذا اغلى محل الحين انت ها؟ مدشنا مصريين. هي الاولى بها مين؟ مصريين. انزين. المهم ابوي خطفنا يوم عدى في الليل بيسيرون خطفنا ابو عطيت ابو هانس وسار ابو عدال دكان. هاي يبيع ارخص نوع كيك في الدنيا العوده. لا 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 ها؟ لا والله. بس جبت تورته حلوه انت بعت لك الصوره. لا صدق نزلناها الصبح. بس ها تعليقا على الكيك اللي نزلناها الصبح وما حد شافه. عقبال الجاتو. انت امك شو قالت؟ عيبتها ما جابش حاجات رواحش في البيت ما جابش بايت بره بايت بره منو بايت بايت؟ عندنا ناس يباتوا بره كيف يعني ما ودي الطرطه مالت امك؟ عند قريب ومربات عند قريب مش كنت مش واخد شفت انا لين باك ما انت عارف زين يعني ما ودي طرطه امك؟ اوديها عند قريب انت وديت طرطه امك وانت ما ودي طرطه امك؟ اوديها عند قريب الى امك ما حي طرطت امك وديتها لو ما وديتها طرطتها لسه حيوديها امك النهارده بقى امك تاكل في قدروس امك؟ ايوه هي طرطه طرطه تحيدها كل يوم تتذكرها كل يوم شو قال؟ قال مامتي ماتت لا شو السالفه امك علي تتذكرها مره ثانيه مره ثانيه؟ هي امه ماتت الغلبانه بقى اربع ايام انزين مش عارفين شنو هي بس فاتصل عليك قال لك امك ماتت بعدها بشهر ومتصل بيك بقول لك محسري ليك قصر تقول عبر رقبته الله ادري 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 اسكت عنه الحين انت تبغى تصير تشتغل مكان منو؟ مكرون مش عارف اسمه ايه مكرون لا قول اسمه صح وبنفنش وبنحطك مكانه والله عليه ولا مكرون لا ما اسمعك مكرون مكران مكران طيب انا عندك في انت قول مكران وبني وديك مكان هاي 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 قول مكران مكران تعال يا تعال يا تعال مكران ها مكران بسم الله صبر صبر مره ثانيه مكران مكران انت خليني انا من اول وجديد ما خلاص زين قول مكران عندي بدين سنه قول مكران مكران ايه مكران قول كرنب 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 تعال 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 قول كرنب 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 مش بعرف والله قول عبد الله ربي خلص السلام ها لا اربع مرات ورا بعض كرنب كرنب ها شو؟ خليل ليش؟ يا ولد لك انا طالع الشجبه ايه الشجبه دي يا ابني انت هتقعد بقى يوجع قلبك وتقول كل كلمه عايزه الترجمه بتاعتها وهتوجع قلبك خليك مصلحتك زين خلي اعطى اربع كلمات فيها الراء يمكن يضبط قول شجره لا خلاص عاده شجره هي قربها هلا ظهرت صح زهره قول عاده لا دي مع صلاح زهره ايه زهره طب ما انت شغاله هي والله صح هيبدا يشتغل اعتدى لسانه انا يعني ابو صلاح نطق عندي ويب رجاء رجاء عارفيني ليه هو رمان خلاص قول رمان ايه رمان رمان يوم السلام عليكم محمد ايش حالك دخلت الحجرة أبو محمد وشفت الوالدة حاطة لون الخالدي بنفسجي اسميه فنان يا الخالدي فنان فنان حتى الكلينكس ومخدات وكل شيء لون لعيونك يا الخالدي الله يحفظك يا الغالي سيف الخليج المهند اللي لمع برقه من المشرقين سيف على رقب الأعادي مجرد استله محمد سليم اليميني هذا ولد زايد وهذا محمد ناداه مجد جدوده الأولين شداد وقته يوم الأحداث تشتد يوم المعادن من أصلها تبيني قوله ينفذ ما يعود ويرتد ما بعد رجع كلمته مرتين
لك القرار الصعب في ساعة المجد اعتلم واقف تحت بطشك تليني ولا غير يسجل أحياناً؟ ايه مبيعات بثينة سلام عليكم وادرم المكان لي كله اللي في الدنيا العودة تعال اني يعني احسن فندق هذا شرات ماشي بد السعيد صبت حال مساك الله بالخير ابو محمد شوف تين واشنطن ما شاء الله عسل عسل وقابضين الخط طحين مروحين وناكل من هالتين